السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمطار خير والنماء تطلع على مدينة أكادير بعد غياب طويل وبعد فترة من الجفاف اللي عرفتها مدينة أكادير مجموعة من المدن المغربية. رغم أن هذه الأمطار هذه ليست بغزيرة، ولكن على الأقل غادي تنعش الحقينة ديال السدود وغتحيي الروح في الأرض اللي كتعرف واحد الجفاف اللي هو كبير. هاد أمطار هاد إن شاء الله نتمنوا أنها تكون طاحت في جميع المدن المغربية، لأن هاد الأمطار هادي أمطار اللي كيتسناوها المواطنين بصفة عامة والفلاحة بصفة خاصة، لأن كما كتعرفوا بأن وجعلنا من الماء كل شيء حيا، الماء هو أساس الحياة، الماء عنده علاقة بجميع الميادين، وبلا ماء كما كتعرفوا راه الحياة لا يمكن أن تستمر. الموقع ديال التصوير الخطرة باين اللي هو طريق السريع الحضاري. طريق السريع الحضاري خوت لي إن شاء الله غادي يعرف مجموعة من الأشغال، أشغال ديال التوسيع والأشغال ديال إعادة التهيئة، باش ان شاء الله غادي يربط لينا ما بين المطار ديال المسيره وما بين المرصاد ديال مدينه اكادير. الجزء الاول من الاشغال راه تبعتنا لكم في القناه ديال مشاريع اكادير، درنا مجموعه من الفيديوهات وكنشكروا جميع المتتبعين والمتتبعات الاوفياء على الدعم ديالهم للقناه. كنرحبوا بخونا يوسف الدريبي من القناة ديال أنا جيت اللي كيتواجد في مدينة أكادير واللي كيشجعنا على الاستمرار في هذا المحتوى اللي كنعترفوا ليه بالريادة في هذا الميدان. راه هو أول واحد في المغرب اللي بدا هذا الكونسيبت هذا، وأنا شخصيا الفكرة ديال هذه القناة جاتني من القناة ديال أنا جيت، وداك السيد إنسان طيب، إنسان اللي عزز عليه المغرب، إنسان خدوم. تلاقيت معاه شخصيا في مدينة أكادير وزودني بمجموعة من المعلومات، وكنتمناو ليه النجاح والتوفيق. أنا جيت كنتمناو من جميع المواطنين ديال مدينة أكادير أنهم يابوناو معاه في القناة، لأنه صراحة إنسان في المستوى وإنسان اللي كيبغي الوطن ديالو. نرجعو للموضوع ديال طريق السريع الحضاري. طريق السريع الحضاري هو طريق مهم، طريق حيوي، طريق اللي كيربط جميع الأحياء ديال المدينة. كينطلق كما قلنا لكم من المرسى ديال أكادير، كيمشي حتى المطار المسيرة، كيمر بمجموعة من الأحياء. الجزء الأول اللي تعطى من طرف متر دوفراج، اللي كان المتر دوفراج الأول هو المديرية الإقليمية لوزارة الجيز والماء، تعطى لشركة أليك وتعطى لهذا البروجي هذا من شارع الجيش الملكي حتى المرسى، ولا من المرسى حتى شارع الجيش الملكي. المهم هذا هو البروجي اللي ولي تعطى، في انتظار أن ليزوتر بروجي وليزوتر ترونشي تعطاو غيبقاو دابا من شارع الجيش الملكي حتى المطار المسيرة. شوف دابا هادو منين كيقطعو دابا هادو، شوف دابا هاد المشكل هادو دابا هاد المات هادو منين قاطعين، ما خايفين دابا ما يديرو معايا. كيما كتشوفو معايا هنا راه كندوزو على لي تريمي لي تقادو، وحنا كساكنة مدينة أكادير من هاد المنبر راه كنطالبو المسؤولين أنهم يعجلو الإطلاق ديال 11 لي تريمي اللي خاصهم يديرو، خاصهم يديروهم، لأن داكشي تسنى أمام الملك. هادو راه مشاريع ملكية، وفاش كنقولو مشاريع ملكية راه مشاريع ملكية راه ما معاهمش اللعب، راه تبعهم المراقبة وتبعهم المحاسبة، واللي مسؤول على المراقبة راه كلكم كتعرفوه هو المجلس الأعلى للحسابات برئاسة السيدة زينب العدوي. شكون هي زينب العدوي؟ زينب العدوي راه والية سابقة لمدينة أكادير، تعينت تقريبا في 2015، دوزات هنا شي دوزون لي دوزات. إذا المشاريع الملكية خصها تنفذ كاملة تنفذ، وحنا كنطالبو من المسؤولين أنهم يبنيو لينا 11 ممر تحت أرضي. راه باين فين
يعني واحد في ليزاميكال، واحد في شارع شيش ملكي، واحد في الداخله، واحد هنا هنا هذا هنا هنا بريكوما خصهم يديروا واحد هنا. راه لاف لا فينال هنا. انا راه عرفتي كي كتكون طرات هنا ولا، لان هذه القناه عندنا حنا راه مسؤوليه كبيره في هذه القناه هذه، ماشي هذه القناه هذه دايرها زعما باش نتباهى بها ولا شي. هذه القناه دايرها صوت لساكنه مدينه اكادير فيما يخص المشاريع الملكيه. الى ان شاء الله سلاو هذه المشاريع الملكيه نقدروا نحبسهم، ماشي مشكل. المهم دابا راه كنديروا المتابعه عبر وسائل اللي هي بسيطه، حيت هذا الشيء دابا ان شاء الله الى كمل على حقو طريقو غنستافدو منو حنا، وغيستافدو منو الاجيال المقبله. غنخليو لهم واحد الانفراستركتور كما قلنا لكم، هاد الممرات تحت الارضيه راه ضروري خصهم يدارو، ضروري خصهم يدارو. وتيكيوين تيكيوين خلاص راه شي نهار ثاني غادي نعاود نصور لكم تيكيوين، باش حال هادي ما بقيت كنصور لكم الطوموبيل. هكا اللي كيقول لك لا تصور ديال الطوموبيل، ولكن راه بعض المرات ضروري انك تصور الطوموبيل باش تبين الحقيقه. اذا طريق سريع الحضاري الخطره ان شاء الله وبحول الله غادي تعطى الانطلاقه ديال الاشطر مقبله من مورا مش غيسالي البروجي اللي شد اليك مع ال 10. ال 10 هو سوتريتون، شد لا سوتريتونس. ال 10 الشركه اللي الا شفتوا معايا في الفيديوهات راه بينات على العلو ديال الكعب ديالها، وشدات اصعب مرحله اللي شدات هو داك الرومبلي والديبلي. هاد ال 10 هادي صراحة ما كرهناهاش تنافس في هاد لي بروجي اللي بقاو دابا، هذا من شارع الجيش الملكي حتى حتى لاخر اش كيقول ليه حتى لي خربان. ما عرفناش كيفاش غاضطر تفرق ديك الطريق، واش غيكونوا شركات غيطلق الطريق كاملة غاطلق وغادي يسدو هادي وغيخليو الطريق المداري ولا مازال ما عرفنا كيفاش. غنحاولوا ان شاء الله الى عندنا الوقت غادي نمشيو عند دوك اكاديس اسمها سا اميناجمون ونسولهم. راه لا اعتقد انهم غيعطيوناش المعلومه، لان راه المعلومه راه حق لي كل مواطن. وهاد المدار هادي كاع هادي خلاص، هادي دابا ديال ديكاتلون، هادي خلاص هادي حتى هي. يعني شحال من واحد كيجي منها، كيجيو من ادرار، كيجيو من تيلا، وكتخرج على شارع محمد الخامس. الا بغيت تمشي دابا لا سميتو لتشيره وبغيت تمشي لين زكان، راه كتشوفوا راه الناس. شوف دابا هنا واحد الحاله راه كارثيه، حنا غندوزو دابا من هنا. هنا راه هاد القدرون هذا راه داز عليه الاف ديال السنين اللي دازو عليه. ضروري الخطم نديرو لكم هذا الفيديو هذا احتفالا بالامطار، امطار الخير والنماء، اللي انا شخصيا كنتفائل بها كل خير، وكتفكرني بالطفوله ديالي فاش كانت كطيح الشتا تاعنا وكنا كنفرحوا وكنشطوا وكنلعبوا كاطفال صغار. ان شاء الله ما يكون غير الخير. غيبقاو هاد لي تريني هادو ديال تيكيوين حتى هما ضروريين. تيكيوين نورمال ما خص يكون فيها واحد، هاي خص يكون فيها هذا دابا، هذا راه بحال قلت محسوب على تيكيوين، هذا اللي كيدي تيكيوين هذا والثاني. المهم خص يكون فيها شي ثلاثه، داك اللي حدا السوق وهذا وداك اللي حدا البي في سي. شفتوا معايا الطريق كيداير؟ راه فاش الخوت كتكون الشتا راه صعيب اننا نصورو من سميتو من لي شونتي، لان كي غادي دير تصور دابا غيخسر لك البورطابل وتصدق الاحمر لا 7 فرانك. اصلا مستحيل انك تصور. بالنسبه لهاد الطريق هادي الخوت، هادي هي اللي كنشدنا دائما للخدمه. الطريق هادي حتى الخوت حتى هي خصها تعاود هاد المقطع هذا غير حتى لهنا تعاود، لان هنا كانوا عاودوه. انا دابا هادا تيكيوين على يدي اليمين، تيكيوين على يدي اليسار ادرار. شتي تبارك الله راه يا سلام. نمشيو نخدمو مع ولاد الشام، عندنا واحد 4 السوايع نمشيو نخدمو مع ولاد الشام وحشناهم. كيديرو هنا الاوتوستوب بزاف. انا شخصيا ما كنعس معايا حتى واحد. هادشي الاوتوستوب في المغرب مغامرة غير محسوبة العواقب.
حتى اترك هذه واخا تعاودات كتبان لي بدات كتضعضع. شي خص يكون فيه المراقبه كما داروا لهذاك، راه بارطاجيتها معكم، كما داروا لهذاك البدراوي الرئيس المدير العام ديال الشركه ديال اوزون مع هذاك سميتو رئيس الجماعه السابق لي بوزنيقه، تم ايداعهم للسجن، السجن ديال عين السبع عكاشه من طرف قضية التحقيق ديال المحكمة ديال السيناف. التهمة يمكن هي داكشي ديال تبديد الأموال العامة، هذيك هي التهمة، عندنا بزاف ديال التهم. لا زعما أنا المخزن عجبني صراحة مؤخرا، ما كاينش، بغينا هاد الحملة تستمر، اللي يحصلوه دار شي حاجة ما يعقلوش، هادشي دابا ديال المال العام ما عادش طرح. يعني هو هذا الفيديو الخوت، اذا اعجبكم الفيديو ادعمونا بلايك شير سبسكرايب اند كومنت، الله يعاونكم. حكا ما تنساوش الفينال ديال لا كوب دافريك نيجيريا مع كوت ديفوار، ما هي توقعاتكم؟ ضروري ما نهضروا على الكره، الكره راه كندوزو بها الوقت الخوت. يلا الله يعاونكم، يعاون ربي.